في اليوم 52 من الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط اتهامات لموسكو بعرقلة المفاوضات لحين حسم المعركة في إقليم دونباس، كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن مقتل نحو 3000 جندي أوكراني وإصابة نحو 10000 آخرين خلال الحرب الجارية. أما وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت استهدافها منشآت صناعية عسكرية في كييف بصواريخ بعيدة المدى أطلقت من البحر. وإلى خاركيف، حيث قالت أوكرانيا أن الجيش الروسي يركز على إعادة تجميع قواته وتعزيزها بالتزامن مع قصف مدفعي على المدينة. أما ماريوبل، حيث استخدمت موسكو لأول مرة قاذفات بعيدة المدى للهجوم على المدينة، فيما تركز جهودها للاستيلاء على مدن بوباسنا وربنجي. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.